سميتو اخوان مرحبا بكم في القناه ديالي. اسمحوا لي مرحبا بكم في القناه ديالي قناه حاجي مغربي في اسبانيا. اول مره كنذكر الاسم ديال القناه ديالي والله الا ما اول مره كنذكره. فيديو جديد ان شاء الله اليوم. الاخوان اللي متبعني اللي كيتبعوا داكشي اللي كنكتب اليوم خليت في واحد الشورت هضرت على واحد حادثه سير اللي تعرض لها واحد المغربي مات مسكين مغربي مهاجر في طاليان. اخوان غادي نقلب وخليكم تشوفوا واحد المغربي مات سيد سليمان. شفت انا البارح وسائل الاعلام المحليه ديال سيد سليمان كانوا كيهضروا عليه هضروا مع مراته. دابا شو وقع له دابا مسكين هذا السيد هذا كان عطله في المغرب عنده 50 الاولاد كان غادي قاطع واحد القنطره تما اللي كيعرف سيد سليمان عارف فيها واحد الواد سميتو به تما واحد الواد صغير في القنطرات هو دابا غادي قاطع وي كنت فوه تسمعوا لي الاخوان غادي قاطع قال لك وضربوا واحد تابعوا موراه بطوموبيل ما عرف واش طوموبيل ولا المهم ضربوا طاح الطوموبيل فين طاح لتحت خرج من القنطره علاش قال لك حيت القنطره ما مصوبناش حسب اقوال السيده الزوجه اللي مات راجلها الله يرحمه مسكين قالت لك واش تقول دابا هي قالت لك كنحمل المسؤوليه الرئيس المجلس البلدي سي سليمان هو المسؤول عن الزوج الموت ديال الزوج ديالي على حسب اقوالها هي تقول لكم كانت القنطره مصلوحه الزوج ديالها ما كانش يموت على حسب الاقوال ديالها الاخوان واللي بغى يرجع يمشي لسي سليمان كتب راك تدخل جوجل كتكتب حادثه سير ديال سي سليمان يخرجوا لك القنوات الالكترونيه ديال سي سليمان وسائل الاعلام ديال سي سليمان راه كيهضروا على هذا الموضوع هذا مسكين مات دابا اش دار واش وقع له اش داروا دابا الاخوان جاو السيد مسكين ما بين الحياه والموت راه عاود ما يتصلوا بالاسعاف اش داروا مشاو دخلوا بداو كيقلبوا له في الطوموبيل هو مسكين ما بين الحياه والموت سرقوا له 5000 درهم سرقوا له الباسبور ديالو والباسبورات ديال ولادو هو عنده هي هذا 50 الاولاد عنده ما عرفتش شحال من باسبور وجوج ولا ثلاثه سرقوا له اوراق الاقامه ديالو وديال جوج دراري يعني السيد مسكين مشى الله يرحمه وخرجوا على المستقبل ديال جوج دراري اجا ما يطلع لهم الورق اش كتقول لهم دابا السيده مسكينه وكتغوت السيده صافي راه اش نقول لكم راك عارفن مراه مشى لها الراجل مات وولدها بين الحياه والموت في السبيطار كله مهرس كيفاش غتكون الحاله ديال هاد السيده هذه مسكينه راه شنو راه اي واحد وقع له هاد الشيء راه كتقول لهم هما هاد الشيء داروه لي بلهاني باش ما نمشيش باش نضيعوا باش نبقاو هنا في المغرب باش اش نقول لكم الاخوان انا مش داك الفيديو ما اش نقول والله الا لا ما بعد المره دابا ندخل مباشره للموضوع هذه الله يرحمه مسكين والله يجعلها مسكين الله يعاونها مسكينه دابا كتقلب كتقول لك باغي اوراقي باغي ديالي هاي تيو ديك الفلوس باغي انا على الوراق ديال ولادي وديال راجلي صافي وقالت لهم بغات عاد ديكلاري ولا ما عرف شنو غدير وما لقاتش الباسبور ما لقاتش تاع تمشي ديكلاري مثلا بالوفاه ولا هذه خصك تجبد الوثائق فين هما الوثائق بغينا نعرفوا هاد السيد شنو سميتو شنو كنيتو تصويرتو فين العنوان ديالو في المغرب العنوان ديال طاليان هو عايش انا اخوان واش نقول لكم كما كتعرفوا الجاليه المغربيه اللي انا ما كنبغيش نسميها العمال المغاربه في الخارج حيت ما كاينش على العمال كاين دكاتره كاين مهندسين كاين رجال الاعمال كاين صحفيين كاين محاميين كاين في جميع المجالات كاين هذيك العمال المغاربه خصنا نحيدوا المحيوه شويه حيدوا حيت قديمه الجاليه المغربيه اللي كتعيش في المغرب كما كتعرفوا الاخوان راه كتدخل العمله الصعبه للمغرب كتدخل راه من بعد الصناعه والفوسفات راه ثالث مورد للعمله الصعبه للمغرب راه هما الجاليه المغربيه بفضل الجاليه المغربيه بفضل هاد الفلوس اللي كيدخلوا الجاليه المغربيه راه كاين عائلات وعائلات وعائلات وعاد الدوله تحصل اللي عايشين بفضل الفلوس ديال الجاليه المغربيه انا ما عرفتش انا هاد السيد وانت عشتي بلاكا ديال الطريان راه خبطتي الدري هو ما بغيتش انت غادي دابا موراه وتخبط السيد
المهم هادشي على حساب اقوالهم تيوك ضربوه يعني دفعوه ضربوه حتى داك نتوما ما فهمتش انا نتوما كتشوفوا بلاكه ديال الخارج كتصحابوا راسكم شنو هو داك راه جاي راه امبراطور راه جاي بالمال ديال الدنيا كله والناس راه كتقاتل صاحبي والناس هنا راه كتقاتل وشويه ديال الرحمه صاحبي شويه ديال الرحمه في خوتكم راه مع خوتكم كو لقاو الخدمه ما كانوش غيخرجوا كره تما بقاو في المغرب يلاه وما خرجوش قالوا الواحد علاش كيهاجر كيهاجر باش يحسن الظروف الماديه ديالو وكانوا خدامين ما يخرجوش واحد اللي كان عنده الظروف الماديه ديالو بخير في المغرب راه الحماق هو اللي يخرج من المغرب هما اللي عندهم العقل راه ما يخرجش من المغرب غيبقى في بلادو كاين شي واحد تيهاجر بلادو كواك تفيق من الناس راه الواحد ما كيلقى الظروف ما كتكونش مساعده كيخرج صافي كيقلب يهاجر والتجديد في السيد المهم انا كنقولها ونعاودها للاخوان انا ما شفتش وما حضرتش على حساب الشهود اللي بانوا السيده اللي الزوجه ديال هذا السيد قالت لهم دفعوا طاح قنطره ما مصاوباش مع الطوموبيل ما لقات مات مشات بحال اللي لحتي كره ولا بحال اللي لحتي والسيد الله يرحمه ويسهل عليه الجاليه المغربيه راه خصنا راه ماشي عاب بالشفاوي راه خصنا مصدر مهم للعملة الصعبة بالنسبة للمغرب راه كاين ما كنهضرش انا على ولادهم مواجهين ولادهم راه كاين اباء هما باقينش باغيين يرجعوا للمغرب انا راه شفتهم شوف الاخوان راه من فرنسا هبطوا لاسبانيا كيهبطوا لاسبانيا يدوزوا الفاكونس ديالهم مابقاوش كيهبطوا يمشيو يدوزوا الفاكونس في المغرب يلا حلل وناقش ما تهضرش انا على الاباء ما تهضرش على الابناء هادشي الاباء امو الابناء راه شنقول لكم راه كاين اللي كيرا في العوض ميمشي للمغرب راهم كيمشيو لفرنسا كيمشيو لطاليان كيمشيو لماليزيا كيمشيو لفيتنام كيمشيو اندونيسيا تيمشيو راه بزاف ديال امريكا اللاتينيه راه بزاف ديال تركيا تيمشيو يتساراو اليونان البرتغال هما كيمشيوش للمغرب علاش انا السؤال خصو يطرح انا السؤال كان ما اديش الجواب انا اللي كنعرف هو انه بنادم كيتشكى من الغلا هادي هو الحاجه لو كان اللي مشينا اخويا نشرب قهوه ب 20 درهم في المغرب انا هاي هي هنايا اب اورو 20 ولا اورو 10 يلا فين هي 20 درهم راه كيتشكاو من الغلا راه هادشي اللي كاين راه انت ماشي السياحه دابا الاخوان دابا راه القضيه راه معقده بزاف راه ماشي يمشي للمغرب يدخل العمله الصعبه راك انت الدري راه ابناء الجيل الثاني والجيل الثالث راه خصك تربيهم على حب الوطن راه حب المغرب باش تربيهم على حب المغرب وبالمعاملات راه الخلق هو راه دخل ريستو ماشي الكارسون تيبقى يشوف فيه ما تيقول له زيد اسيدي وتفضل ومرحبا كيما حنا دابا حنا اللي عندنا الوعي وعندنا حب الوطن انا ما عندي ما مسوقش انايا واخا ندخل انا الريستو وما يتسوق لي حتى واحد ماشي شغلي يعني. انا راه ولكن واحد اخر لا والدري اللي زايد هنا ومربي هنا راه ما يعقلش عليك ما يقولك انا ما راجعش انا خويا انا هذا المغرب انا وقعت ليا كندخل ريستو ما كيسوق لكش كارسون ما مسوق لكش وهما هنايا راه كتدخل ريستو كيطير بيك الكارسون تيطيرو بيك باش ما يديكش واحد اخر هذا هو ولهذا الاخوان الجاليه المغربيه المغاربه اللي عايش خارج المغرب نحافظوا عليهم ونتهلاو فيهم سينو راه لاه مشاو لك الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع راه شنو راه كاين شتي نقول لكم واحد القضيه الا علمتي الدري ولد المهاجر على حب الوطن ولا دكتور راه يقدر يمشي للمغرب ويخدم في المغرب انجينيور راه يمشي للمغرب ولا يدير المشروع ديالو في المغرب ولا رجل اعمال راه يمشي يفتح مشروع مطردك في المغرب الا كان عنده حب للمغرب حب الوطن اما لا ما عنده زايد ناقص وراه طالع له الدم وراه هادي راه مشى راه موارد راه اش نقول لكم راه عقول باش كنهضرش على الفلوس ابناء الجاليه المغربيه راه كاين عقول الاخوان راهم كاين عقول ادمغه وما كنستافدوش منهم المغرب ما كيستافدش منهم انا جبت لكم هذا المثال هذا ديال الاكسيدون هذه حادثه تسير اللي مشى ضربو وراه علاش الله اعلم علاش انا السؤال كيبقى مطروح هذا الراي ديالي هذه وجهه نظر ديالي كاين اللي ما يعجبوش الحال كاين اللي يدير السينيال كاين اللي يدير ريزلايك كاين ربما يخلي شي تعليق بحال دوك ديال اصحاب الحال ولكن انا وجهه نظر ديالي كنقولها
أحب من أحب وكره من كره، باحترام بدون سب بدون شتم بدون قذف حتى واحد، ولكن كنقول الرأي ديالي. علاش؟ من باب حبي للمغرب وحبي للوطن، بوا فينال ونقطة نهاية. هذا الشيء اللي كاين الإخوان. شكرا لكم، كنشكركم بزاف، كنشكر بزاف الإخوان اللي كيسجلوا، مرحبا بكم كيسجلوا جداد في القناة ديالي. شكرا بزاف للإخوان اللي كيخليو تعليق اللي مدعمنا، والإخوان هما راه عارفين ما نقول السمية، ما نقولش السمية ديال الإخوان. شكرا لكم، شكرا بزاف، وحتى الفيديو الجاي إن شاء الله إلى كتاب.